المطار اللي وقع هنا في قلت اسف على التاخير اللي وقع في البدايه ديال هذا الجمع العام. ف كنرحب بكم في هذا الجمع العام، كنرحب بالاخوان ديال اعضاء المكتب والمخرجين والصحافه طبعا والممثلين ديال المؤسسات ديال الشركات المحليه وكذلك الجامعه وحصنة سوس لكرة القدم. السيد الرئيس، نعم، إذا سمحت لي في إطار نقطة طويلة قبل ما تبدا افتتاح الجمع العام، غير لأنه أنا ككتابة عامة عندي واحد المستجد لا بد نخبر به اليوم برنامج الفريق السادة المخرطين رجال الإعلام وجميع المكونات ديال الحسنية جمهور الحسنية. اليوم توصلت بعشر استقالات ديال المكتب، أحييهم، كنحييهم لأن كانت عندهم الشجاعة باش يستقلوا من المكتب في ظرف ستة شهور. هذا ينوم على واحد المسألة بأنهم لا يتشبثون بالكراسي. نحن لا نحمل أي أحد المسؤولية، ولكن من ناحية المسؤولية ديالنا هاد الإخوان ارتأوا باش اليوم ينزلوا من المكتب، وغادي نطلع لكم الأسماء ديال المستقيلين كلهم وغنسلمهم لك السيد الرئيس. كاين عبد الربيع باش نبدا براسي، رشيد البطاح، أمين دور، حميد توفيقي، رشيدة بشوش، ياسين بجديقن، محمد علي بوحجرة، محمد الحيان، فؤاد المنصوري، فيصل خديم، رشيد بيروين. وبه اليوم حنا كننزلوا من المكتب وكنعلنوا استقالتنا التامة من أي مسؤولية داخل المكتب، لأنه اليوم باش نكونوا واضحين، لأن حنا اليوم كنشوفوا الرغبة الأكيدة ديال الجمهور ديالنا كيطالبنا بالاستقالة. حنا كانت عندنا الجرأة اليوم باش نستقلوا حفاظا على الاستقرار ديال هذه المدينة، حفاظا على حب الحسنية، وما كنحيدوها من حتى شي واحد، لا من السيد الرئيس ولا من أي واحد. السيد الرئيس أنا في الجمع السابق كنت عنده وقلت له راه عندي استقالات، وقال لي أنا غادي نموت فوق هذا الكرسي، حنا غادي نموت على الحسنية وغادي ننزلوا. وشكرا لكم. تفضل سيدي. شكرا سيدي. أنا السي الفطاح ما قلتلكش أنا غادي نموت فوق الكرسي، قلت لك أنايا غادي نبقى حتى يكون واحد الحل يكون بالنسبة للفريق ديالنا. فبالتالي